واصبر لحكم ربك. الحكم حكمان، حكم كوني وحكم ايش؟ شرعي. فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أي حكم؟ ها، الكوني ولا الشرعي؟ هذا وهذا. فالكوني ما قضاه الله عز كونا كن فيكون، ومنه مصائب قد تقع الإنسان. والشرعي ما كلف الله به من أحكام أصبر عليها بامتثالها، بامتثال المأمور واجتناب المحظور. أصبر على هذا وهذا. فإنك بأعيننا بمرأة منا وحفظ، هذا هو المراد، لكن الآية تدل على إثبات صفة العين لله عز وجل. المراد بمرأة وحفظ، وهذه اللفظة بأعيننا تدل على إثبات صفة العين لله عز وجل.